حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون انت على بال مين دلوقتي في الطاقة الحالية؟ مين بيفكر فيك؟ مين عاوز يكلمك؟ مين عاوز يتواصل معاك؟ القراءة دي هتكون بطاقة مفتوحة، طاقة زمنية مفتوحة، يعني وقت ما تفتح الفيديو فالقراءة بتاعتك. وطبعا القراءة دي هتكون بحروف اسمك انت او باختيار الاحجار. الحجر الاول هيكون حجر الفيروز، الحجر التاني هيكون حجر العسلي او الحجر البني، يا باختيار حروف اسمك انت. طيب لو انتوا اول مرة تشوفوني ياريت تنوروني بالسبسكرايب في القناة وتقولوا لي بتتابعوني منين، وكمان لو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة اتواصل على رقم الواتساب هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. تعالوا بينا نبتدي طاقة مجموعة رقم واحد، بس اللي اختارت الحجر الفيروز، ونشوف الطاقة بتاعتك دلوقتي يا ترى عاملة ايه. طاقة مجموعة رقم واحد، انت خلاص يمكن قربت جدا جدا تحل مشكلة كانت في حياتك بقالها فترة، او مشاكل كتيرة كانت في حياتك بقالها فترة. انت خلاص قربت جدا على انك تحل المشاكل دي كلها وتبتدي بقى فترة من الراحة وفترة من السلام. جايلك فترة من الاستقرار المادي، وان شاء الله لو المشكلة دي تخص أموال فأنت هتستريح جدا جدا الفترة الجاية والمشكلة اللي عندك هتتحل. ولو تخص أي حاجة تانية، علاقات تخص أي حاجة قلقاك أو كانت تعباك أو كانت مشايلاك الهم في الطاقات أو الأيام اللي فاتت، فأنت دلوقتي في طاقة سلام أو في طاقة راحة أو في طاقة اطمئنان، و خلاص بقى فكرك هيرتاح ومش هتفكر او مش هتقعد شايل الهم زي ما كنت. لا، انت جايلك فترة حلوة قوي وانت خلاص في نهاية الفترات العصيبة، يعني ان شاء الله ان شاء الله انت هتخش السنة الجديدة دي وانت مرتاح من كل حاجة. كمان شايفة ان انت يمكن في بداية اعجاب بشخص او في بداية حب شخص او في بداية التفكير انك ترجع لشخص قديم، ممكن برضو دي. اوكي، مهم ان انت في بداية. شايفة لطاقات كتير منكم انت في بداية، بداية علاقة عاطفية او بداية اعجاب بشخص في حياتك. انت عندك مشكلة كبيرة جدا، المشكلة بتاعتك انك مش بتثق في حد بسهولة، و كل الكلام اللي بيتقال قصادك، يعني لو شخص جه يتكلم معاك ومن هنا لبكره قاعد يحكي عن مشاعره تجاهك انت مش هتصدقه. انت يمكن اتقرصت كتير من الناحيه العاطفيه دي، وبقى بالنسبه لك الحب يعني افعال، وافعال افعال، يعني مش حاجه كده وخلاص، لا، افعال افعال. عايز تحب، مش عارف، عايز ترتبط، عاوز تثق في شخص، عايز تقول ان خلاص علاقاتك العاطفية أو حياتك العاطفية خلاص بقت كويسة، ولكن أنت مش عارف تعمل ده ومش قادر تصدق ده. نفسك تفتح قلبك ونفسك تثق. ممكن يكون أغلبكم معجب بشخص بس خايف يقرب من الشخص ده، ولو الشخص ده بيقرب منه هو بيبعد، يعني معظمكم. أو بيحب شخص فعلا بس مش قادر برضو يكون معاه في علاقة عاطفية. أنت اللي خواف، أنت اللي يمكن عامل بلوك في قلبك.
يعني انت عندك الشاكرا الرابعة، الشاكرا الرابعة دي بتخص القلب، مع انك هنا في انتظار الحب وفي انتظار الاعتراف وفي انتظار الحياة الإيجابية والحياة العاطفية السعيدة، إلى انك خايف جدا. على فكرة عندكم فرحة قريبة جدا، مجموعة رقم واحد في فرحة، يمكن انت رايح فرح، رايح احتفال، او يمكن فرحة عندك انت يعني ليك انت. في فرحة كبيرة جاية لك يا مجموعة رقم واحد. كمان هنا بيقول لك انت محتاج جدا جدا انك تدعم نفسك، تقعد مع نفسك تقول ان انت عندك ايجابيات كتيرة، مثلا ان انت شخص جميل من جواك، ان انت شخص عندك مميزات او عندك ايجابيات في حياتك كتيرة. يعني دايما تحاول ان انت تدعم نفسك بنفسك، لان انت شكلك على طول بتجيب اللوم على نفسك وعلى طول بتقول انا السبب، فبلاش بلاش ده خالص، لا حاول ان انت تحب نفسك اكتر. اوكي، مفيش هنا عندي برج محدد خالص ولا طاقة محددة، ولكن عندي طاقات ترابية وطاقات نارية، فممكن تكون انت من الطاقات دي او ابراج الطاقات دي. اوكي طيب، تعال نشوف بقى مين بيفكر فيك دلوقتي. انا بحب جدا القراءات دي وبيبقى عندي شغف كده، عايزه اعرف مين يعني. تعالوا كده نشوف. مين يا ترى اللي بيفكر في مجموعة رقم واحد دلوقتي في الطاقة الحالية؟ مين هو ده؟ ويا ترى ايه مشاعره او احساسه وهو بيفكر فيك او انت على باله في الطاقة الحالية؟ ايه مشاعره او احساسه؟ مين يا ترى ده؟ ده شخص متلاعب شوية، الشخص اللي بيفكر فيك او اللي انت على باله حاليا ده شخص متلاعب شوية، او يمكن انت اخدت عنه فكرة انه شخص متلاعب او شخص صاحب علاقات او شخص خافي عنك حاجات وانت متعرفهاش. بيعرف يتكلم كويس جدا ويعرف يعني يعلقك بيه بكلامه. تمام، الشخص ده رومانسي بقى وبيعرف يتكلم كلام رومانسي وبيعرف يعبر ويقول كلام يوقع الناس فيه. على فكرة الشخص ده لو جينا نتكلم على شخصيته فهو يبان عليه انه شخص عاقل جدا وشخص متوازن وشخص صاحب رأي وشخص دبلوماسي في كلامه وعنده جاذبية طاغية طاغية وعنده كاريزما، مطرح ما يروح مكان كده الكاريزما بتاعته بتطلع. تمام، احتمال كبير لبعض الطاقات منكم يكون الشخص اللي بيفكر فيك حاليا هو صديق او زميل او مديرك في العمل، او مش لازم يكون عمل، ممكن يكون صديقك في اي حتة او زميلك في اي حتة، مش لازم عمل، المهم صديق او زميل. اوكي اوكي، لبعض الطاقات منكم الشخص ده يمكن بين اعجابه بيك ووضح الاعجاب ده او لمح بالاعجاب ليك. اوكي، لمح لك بالاعجاب ده وقاله لك او قاله لك يعني مباشرة ان هو معجب بيك.
الشخص ده شخص غامض ومش بيبان هو جواه ايه او عاوز ايه، ويمكن شخص انت اتعرفت عليه واتكلمت معاه واتعلقت بيه وحسيت ان هو بيتلاعب بيك، فابتديت ان انت تبعد عنه وابتدى ان هو يقرب منك تاني بعد ما انت بعدت عنه. الشخص ده مواصفاته الشكلية شخص جميل جدا، مظهره ولبسه وشياكته. لو جينا نتكلم على سنه فهو ممكن يبقى سنك او اكبر منك بحاجة بسيطة او اكبر منك بحاجة بسيطة لو انتي امرأة، ولو انت رجل فممكن تبقى سنك او اصغر منك حاجة بسيطة. اوكي، حاليا شايفة ان انتوا ما بتتكلموش مع هذا الشخص اللي انت على باله حاليا، يعني انت اللي انت على باله دلوقتي او اللي بيفكر فيك دلوقتي انت بعيد عنه وما بتتكلمش معاه في الوقت ده. اوكي، يمكن يكون ساعدك بحاجة او طلب منك المساعدة وكانت دي بداية علاقتكم او بداية تعرفكم عليه، بس حاليا انتوا بتتكلموش مع بعض. عندي جدا جدا برج الميزان وبرج الحوت، فممكن تكون انت الشخص اللي بيفكر فيك حاليا ده من برج الميزان او من برج الحوت، يعني دي طاقته هو مش طاقتك انت. تمام، او كده نعرف اكتر عنه. الشخص ده جذاب 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 يعني، ويمكن يكون تعرف عليك وتعرفت عليه لفترة وحسيت ان هو غرضه منك غرض مادي او غرض جسدي فبعدت عنه. اوكي، ده بص ده لامم كل الناس حواليه، معجبينه كتير، الشخص ده معجبينه كتير. احتمال يكون كمان هذا الشخص كان معاك في علاقة عاطفية مرتبطين، كان معترف لك بمشاعره او حبه او ان هو عاوز يكمل معاك، وانت اكتشفت عنه حاجة كان مخبيها او اكتشفت خداع او اكتشفت مكر منه فبعدت بعيد عنه، سبت العلاقة دي ومشيت. فهو حاليا بيفكر فيه او كراش وكنت معجب بيه او لازلت معجب بيه، وبرضه لاحظت ان هو صاحب علاقات وشخص بقى اللي هو بيعرف يتكلم كلام حب وشكله حلو، فالناس او الجنس الاخر كله ملموم حواليه يعني، فانت محبتش الموقف ده وحبيت انت تمشي. اوكي، طيب مشاعره ايه بقى هو بيفكر فيك او انت على باله كده؟ عاوز يكلمك جدا وبيكابر. الشخص ده حاليا هو بيفكر فيك او انت على باله وعاوز يتكلم معاك جدا ومستني اي فرصة او اي حاجة انه يتكلم معاك، بس بيكابر جدا حاليا، هو ده اللي في باله او اللي بيفكر فيه. شايف على فكرة ان انت شخص مفيش منك اتنين، ويمكن شخص لو كنت معاه في علاقة عاطفية فانت اتحملته كتير وجيت على نفسك كتير وكنت شخص وفي معاه، واحتمال يكون سبب انفصالكم ان كان اهله مثلا مش راضيين عنك او مش راضيين عن العلاقة دي، وهو كان بيخبي عليك وهو كان ماشي معاك وخلاص وما كانش بيقولك الحقيقة او الصح، وكان عارف ان علاقتكم دي هتنتهي، بس هو ما كانش يعني كدب عليك في حاجة او ما كانش يقول لك الحقيقة في حاجة تخص اهله، لان انا شايفة ان في عوائق عائلية ما بينكم انتوا الاتنين. مشاعره تجاهك دلوقتي عاوز يكلمك بشكل كبير قوي او يبعت لك رسالة، ولكنه شخص مكابر وشخص غامض وشخص بيعاند نفسه وبيعاند شعوره الداخلي. الشخص اللي انا بتكلم عنه حاليا دلوقتي ده انت على باله في الطاقة دي، وقلنا واتفقنا ان الطاقة مفتوحة ساعة لما تفتح الفيديو فالقراءة ليك. تمام، طلع لي كمان هنا برج الجدي، وطبعا كان معانا برج الميزان والحوت في الاول. لو جينا نتكلم على ارقام، الرقم الوحيد اللي طلع لي هو رقم 10،
فرقم 10 ده اكيد رقم يا في تاريخ ميلاده يا في تاريخ ميلادك انت. تعالوا بينا ننتقل الى مجموعة رقم 2. الناس اللي اختارت الحجر العسلي ده، وتعالوا نشوف الاول الطاقة بتاعت مجموعة رقم 2، يا ترى طاقتكم عاملة ازاي. ناخد كمان كروت الطاقة. انت لوحدك قوي وحزين وزعلان، واخد عزلة، مكتئب، بعيد عن الناس، حابب انك تبقى بعيد. يعني انت اللي مختار ده. يمكن مقضي كل وقتك في العمل او الدراسة او شغل وقتك بحاجة بعيدة عن الناس، مش عاوز تخش في مشاكل، في صراعات، في خناقات، في مش عايز توجع راسك، مش عايز توجع دماغك. يعني حابب انك تبقى موفر لنفسك جو هادي. اوكي، يمكن ده شعورك الداخلي حاليا، او شعورك انك مش متحمل لا تسمع حكاوي او شكاوي من حد، ولا يبقى في بينك وبين حد مشاكل او صراعات او اي حاجة من دي. كمان ممكن تكون انت دلوقتي في علاقة ثلاثية، او انت معجب بشخص والشخص ده هو في حد تاني في حياته. يعني انت في علاقة ثلاثية، اوكي، يعني انت ريدي خلاص، عارف ان في شخص انت بتحبه وفي حد تاني في حياته، يا اما وانت مرتبط بيه، يا اما انت معجب بالشخص مفيش بينكم اعتراف بس عارف ان هو مرتبط او في حد في حياته، فيمكن الموضوع ده مسبب لك قلق ومسبب لك ازمة. بيقول لك اطلع من طاقة الوحدة اللي انت فيها دي، وقضي وقت شوية مع صحابك، قضي شوية وقت مع الناس، بلاش ان انت تفضل لوحدك. يقول لك كمان امشي، اتمشى. طاقتك فيها ركود شوية او فيها بعد شوية عن الناس، وبيقول لك النصيحة لا، حاول ان انت تطلع من الطاقة دي، وحاول ان انت تقضي شوية وقت مع اصحابك ومع اهلك. وعلى فكرة طالع لي برج العذراء وطالع لي برج الاسد، يعني ممكن تكون من الابراج دي. وكمان هنا طالع لي رقم 3، وبيقول لك ان انت عندك وفرة في كل شيء. يعني دي مش وفرة مالية بس، لا، دي وفرة في كل شيء، في العلاقات وفي الصداقة، في العمل، في كل حاجة. تمام، ويمكن انت حاليا من جواك كده، لما تيجي كده تكون في جلسة صراحة مع نفسك، انت مفتقد الاهتمام في حياتك، ومفتقد ان حد يجي يطبطب عليك كده يقول لك مالك، فيك ايه، زعلان من ايه، طيب احكي لي. انت مفتقد الحته دي بس ما بيبينش. انت حابب ان انت تبقى لوحدك، ومش عاوز تبين الضعف، ومش عاوز تبين ان انت محتاج لحاجه، عاوز تبين بس ان انت قوي، ان انت شخصيه قويه وقادر على اي حاجه. اوكي، في دفء وفي مشاعر حلوه وفي سعاده داخله حياتك ان شاء الله، وفي وفره، فما تزعلش. تمام، طيب عندي رقم 3 ورقم 14 على فكرة، ممكن تبقى 14-3 مثلا، مواليد 14-3. طيب تعالوا نشوف يا مجموعة رقم 2، مين الشخص اللي بيفكر فيك حاليا.
ترى مين الشخص اللي بيفكر في مجموعة رقم 2؟ ويا ترى هو بيفكر فيك دلوقتي ده، وانت على باله دلوقتي ده، يا ترى مشاعره ايه؟ ايه مشاعره هو بيفكر فيك دلوقتي هذا الشخص؟ ايه هي مشاعره؟ كمان هناخد كروت رومانس عشان نتكلم على المشاعر، يبقى ناخد كروت رومانس، ايه كمان ناخد كروت اوريكلز تساعدنا نعرف بيها اكتر برضو. اوكي طيب، انا كده الله. اللي بيفكر فيك ده شخص اكبر منك في السن، سواء رجل او امرأة، شايفة ان هو شخص اكبر منك في السن، شخص عقلاني جدا وحكيم وشخص غامض وعنده اسرار حياته، شخص بيفكر كتير قبل ما يعمل خطوة، وبيعمل الخطوة بعد مرور وقت طويل جدا جدا من التفكير ومن التدقيق ومن الملاحظة ومن كل حاجة. اوكي، ممكن على فكرة يبقى الشخص ده صاحب منصب او صاحب مكانة او ليه كلمة او صاحب عمل، اللي هو صاحب العمل. ممكن كمان يكون في طاقة محامي او في طاقة طبيب، يعني الطاقتين دول طالعين لي. محامي، طاقة محامي، شخص رزين وعاقل وحكيم ومتوازن ويعني دبلوماسي في الكلام، وما بيزعلش حد، وبيحب دايما انه يقول الحقيقة. شخص عنده ضمير، يحب يوازن ما بين الناس، شخص مغامر، حكيم، يعني حكيم بيتصرف بحكمة، بس اوقات الشخص مثلا بيبقى ايه، يحب انه يغامر في حاجات، بس مش في حاجات اساسيه، يعني مش بيغامر في شغله، مش بيغامر في علاقاته العاطفيه مثلا، او ان هو مثلا هيجي ياخد خطوه زواج، مش بيغامر في الكلام ده، لكن ممكن يغامر انه يروح حته مش عارفها يشوفها، يغامر انه يقرا حاجه جديده، يعمل اي هوايه جديده، يعني حاجات مغامره من دي. لكن في الحاجات الاساسيه زي الزواج وزي العمل، لا، هو شخص رزين وبياخد قرار بعد فتره طويله جدا عشان ياخد قرار في الحاجه دي. احتمال يكون الشخص ده مش عارفه ليه حاسه ان لبعض الطاقات منكم شخص من الماضي، يعني شخص انت انفصلت عنه وكنت معاه في علاقه استقرار زي خطوبه او زواج، او حتى ممكن برضو تكون علاقه عاطفيه وانفصلتوا عن بعض، او ممكن يكون الشخص ده هو بالنسبه لك هو معجب بيك، تمام، بس مش قادر ان اقول لك هو معجب بيك. الشخص ده ليه منصب، ليه مكانه، خايف انه صورته تتهز، شايفه كده. ممكن يكون رئيسك في العمل مثلا واكبر منك ومعجب بيك، بس خايف او مش عاوز يقول كده، لحسن يكون انت مش عندك نفس الشعور ده، وتضطر انك تبعد عنه، او هو يبعد عنك، او متتكلموش مع بعض، ما يكونش في بينكم علاقه بعد كده. ده شخص تقيل قوي. يعني ايه شخص تقيل في المشاعر؟ شخص تقيل في المكانه، في المركز، ليه علاقات كتيره. الشخص ده عنده اموال، يعني مستواه المادي رائع رائع، يعني ما شاء الله عليه. لو عندك حد بالمواصفات، طيب اسفل الفيديو فصل لوحده، كنت بقول لو انت عندك حد او شخص بالمواصفات دي وانت معجب بيه، فبالتأكيد هو في الطاقة الحالية او في الوقت ده بيفكر فيك، وانت على باله جدا، وانك توصل لبال شخص بالمواصفات دي فانت جبار، تمام. طيب تعال نشوف كده مشاعره. هو شخص رزين جدا، عنده مشاعر ليك ولكن مخبيها، وحتى في الفترة دي هو بيفكر فيك، بس مش عاوز يبين المشاعر ومش عاوز يعرفك. وبرضو قلت ان في بينكم انفصال، يعني لبعض الطاقات في بينكم انتوا الاتنين انفصال حاليا، يا
سوري، يا شخص انت معجب بيه ومبتتكلموش دلوقتي مع بعض في انفصال، يا اما انت فعلا كنت مع شخص في علاقة زواج، علاقة خطوبة، علاقة ارتباط وانفصلتوا عن بعض وطالع لي في الطاقة اهو انفصال. عنده مشاعر تجاهك بس خايف يتكلم معاك، بس في امل على فكرة، في امل. والشخص ده بيحبك، في أمل، والشخص ده بيحبك وعنده مشاعر تجاهك وبيفكر إنه يكون معاك، و الشخص ده انت هتحوله من شخص عاقل لشخص مجنون على فكرة. والشخص ما بيعملش حساب لخطواته الجاية، او هو دلوقتي في طاقة تحول، هيتحول من شخص عاقل ورزين وحكيم كده وجميل وما بيعملش خطوات خالص، او يمكن لو عمل هيعمل كل فترة مثلا خطوة بعد ما يفكر كتير، هتخليه شخص متهور واللي في دماغه هيعمله واللي طلع له في دماغه كده وريد اللحظة خلاص اتنفذ. ليه؟ لان الشخص ده الظاهر ان هو منجذب ليك قوي ومعجب بيك قوي وعنده مشاعر ليك، خصوصا لو انتوا كنتوا منفصلين. الشخص ده بيحبك او لسه بيحبك، ولو ده شخص بالنسبة لك معجب فالاعجاب قوي، يعني قوي قوي، يعني انت مسيطر على دماغه بشكل قوي. الشخص ده على فكرة من الناس اللي بتحب بعقلها الاول، دخلت عقلها وتمام التمام وتوازنت كده او وزنك بعقله، هيبتدي على طول على طول عقله يدي اشارة لقلبه يحب، وادام الموضوع وصل لقلبه فخلاص كده الموضوع تطور. تمام، فالناس دي او الشخصية اللي قصادي دي بتفكر على طول بقلبها. وعلى فكرة الشخص ده غيور جدا، ولما بيغير بيتعصب، ما بيعرفش يتمالك اعصابه مع انه رزين، ولكن لما بيغير ما بيعرفش يتمالك اعصابه نهائي. طيب قلتلكم هو ممكن يبقى في طاقة رئيس، يعني مش أقل من كده، أو صاحب مكان، صاحب عمل. أعرفكم عليه أكتر. على فكرة ممكن يكون قريبك برضو، ممكن يكون في الطاقة دي قريبك أو جارك، انت تعرفه بتتكلم معاه وعارف وحاسس ان هو معجب بيك. الشخص ده لما بيجي يحب يعني استحالة يفرط فيك، واستحالة يكون شخص مش وفي، من الناس اللي بتبقى وفية جدا في حبها. لا الشخص ده كبير يا جماعة، سنه، يا سنه اكبر من سنك بشوية كويسين يعني، يا اما الشخص ده وصل لمكانة او عقله او اللي يشوفه يقول عليه او يديله اكبر من سنه. مسؤول عن بيت، مسؤول عن اهل، مسؤول عن اسره. انا بحاول ان اقرب لك الشخص ده اكتر، وعلى فكره الناس كلها معجبين بيه ومنجذبين ليه، ومش علشان خاطر هو شخص جميل او وسيم او الكلام ده، لا خالص، علشان هو شخص يعني دماغه حلوه وبيتكلم مع الناس بطريقه كويسه وما بيزعلش حد، وبيراضي الصغير والكبير وبيقف جنب الناس، فهو شخصيه مميزه بين الناس على فكره. وبجد انت محظوظ ان الشخص ده يعني بيفكر فيك، او ان الشخص ده انت على باله، يعني ما شاء الله شخصيه كويسه جدا ومستواه المادي رائع رائع رائع. على فكرة عندي طاقة طبيب كمان، ممكن يكون طبيب أو ليه علاقة بالشفاء، برضو دي طاقة العاري، بس برضو لو هو طبيب فهو في مستوى حلو، يعني مش في أول سلم الطب، لأ ده هو في مستوى كويس وباني نفسه بنفسه. يعني عندي هنا برج الميزان طبعا، وبرج الحمل، وبرج الحوت، برج القوس، وبرج الثور، وعندي رقم 2 و8 و17 ورقم 24. ممكن يبقى في تاريخ ميلاد هذا الشخص،
يا ريت لو عرفتوا الشخص ده تكتبولي ان انتوا عرفتوه او هو مين بالظبط في حياتكم، لانه شخصية كويسة جدا. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو انت اول مرة تشوفوني، والشير لاصحابكم علشان كمان يشوفوا الفيديو معاكم. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت سوري في الديسكريبشن بوكس او في التعليق المثبت الاول. شكرا لكم، باي باي.